الموهبة تساعد كلش إنه الإنسان يحل مشاكل النفسية. فمن تجي أنت تريد تفرغ هاي الطاقة السلبية، أكو عالم تفرغها بالرياضة، أكو عالم صارت لاعبين كرة قدم، سلة، أكو ناس فنانين تشكيليين، رسامين، ممثلين، يغنون، هاي كلها يعني خاصة من تحس دي يسويه من كل قلبه، يعني هذا جديات جديات تكون نابع من حالة هو دي يعيشها بداخله فيفرغها بهاي الطريقة. معظم هالاختيارات اللي بيختارون الواحد الفنية بتكون هي خاصة لإله، مثل ما قلتي تعبير عن مشاعره، فالشيء الوحيد اللي بيعبر عن حاله فيه الإنسان إنه يختار شغلة بيحبها.